مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصة جبنة ومعكرونة. اليوم راح نديرو زوج اطباق. الطبق الاول هو عبارة عن عجائن بالسلق وكريات اللحم، اما الطبق الثاني هي تحلية كالعادة، اللي هي تحلية بالبرتقال، حلقومة البرتقال بأبسط الطرق. نبداو اول شيء بالتحلية تاعنا تاع نهار اليوم. باش نحطوها تبرد في الثلاجة، طبعا راح تحتاج وقت معين باش تجمد. عندنا المقادير تاعنا نص إطرة نتاع عصير البرتقال، عندنا كمية من السكر على حسب البرتقال، إذا كان برتقال حامض نديرو نكثرو شوية السكر، لا ماهوش حامض ولا حلو نقصو كمية السكر. عندنا 3 مغارف من نشا الذرة مايزينا، عندنا كمية من لاكريم شونتيي، كمية من جوز الهند بشور جوز الهند، عندنا هذا اللي هو عصير اللي نخلطوه مع الماء ونتناولوه، يعني عصير على شكل بودرة يتخلط مع الماء، راه يتباع في المحلات طبعا. إذا واش نديرو؟ أول شيء نحضروا الكريمة اللي تكون من 3 مكونات، قلنا عصير وسكر ونشا. نجيبوا وعاء اللي حنطيبوا فيه لاكريم تاعنا، إذا نحطوا لو جو تاع لي زورونج نتاع البرتقال، قلنا نص سترة. هنا انا درت عصير البرتقال وحده، ما نخلطلوش الماء باش تجي الحلقومه نتاعنا مليحه وبنينه. نضيفوا السكر اللي قلت في الاول انه كميه السكر تتعلق اسكو لي زورونج تاعنا حلوين ولا قارصين، اذا قارصين نكثروا شويه سكر، اذا حلوين ما نكثروش. كيما انا هنايا راح ندير 4 ملاعق كبيره نتاع السكر لانه البرتقال تاعي شويه قارص. نحركوا بان فوير ونجيب فوي. نجيب وعاء ثاني نحتاجو من بعد ندير فيه النشا. نحركو عصير البرتقال مع السكر، نخليوه يدفى. إذا الطريقة نتاعي تاع نهار اليوم هي نفسها طريقة تحضير لاكريم باتيسيير. أنا ما نحطش النشا مع العصير ولا النشا مع الحليب ونحرك فوق النار، راح يكونوا لي هنا لي غريمو، وفي نفس الوقت راح نطول وأنا نحرك فوق النار. نخليه يدفى فقط، كي نشوفو بلي راهو دفى الليكيد هذا نتاع الحليب ولا نتاع عصير البرتقال ولا عصير الليمون، نقص كمية على النشا ونخلي الباقي فوق النار. كي نشوفو غلا نحط هذاك اللي فيه النشا عليه ونحركو مباشرة فوق النار. هذه العملية هذه نستعملوها كي نخدمو في دي غروند كونتيتي في محلات الحلويات، ولا راح دائما نديرو العملية هذه باش ما نبقاوش. انا ماش حندير، راح نديرو نصف لتر، راح نديرو 10 لترات ولا نتاع حليب، راح تكون العملية متعبة اذا بقينا نحركو حتى تعقد. هنا ملاحظة فقط اللي نقولها لكم، ما تخليوش العصير تاعكم يسخن بزاف وتلوحوه على النشا، لأنها راح تتفاعل مباشرة ودير لنا كتلة. ها نشوفوا هنايا، هنا لازم حتى يغلي العصير اللي عندنا باش نضيفوا عليه خليط النشا، لانه كان ما غلاش راح نرجعوا لنفس المشكل تاع الاول، اللي راح نحطوا الخليط هذا ونحركوا بزاف فوق النار وراح تكونوا لنا دي غريمو. هنا واش ندير؟ مع نضيف خليط النشا نقص في النار ونحرك، ما نخليش النار قاويه وانا راني نحرك، لانه سيدات البيوت ولا امام يعني الرجال راح يحاولوا يجربوا هذه الوصفه هذه راح تزربهم وراح يتكون لهم الكتل من بعد ولا تحرق لهم. هنا واش ندير؟ مع نضيف هذا الكميه هذه يدي تخلط ويدي تنقص في الموقد باش ما تزربنيش ونطيب على راحتي. هنا نتحصل على كريمه ثقيله كما راكم تلاحظوا هنايا، نطفي زايد عليها هاي الكريمه اللي تحصلنا عليها، نحطوها هنايا. نروح نجيب المول تاعي نتاع السيليكون اللي راح نشكل فيه الحلقومه نتاعي، نجي هنايا ونعمر المول تاعي وهي سخونه، لانها كان تبرد شويه راح تجمد ما تعطيناش النتيجه اللي بغيناها. ها نعمروا المول تاعنا، نضغطوا شويه باش يتعمروا الفراغات. هنا الحلقومه تاعنا تاع نهار اليوم ما فيها لا جيلاتين ولا اي ماده اخرى، اللي هي راح تخليها تعقد فقط النشاء، تخليها تجمد ونتناولها مباشره.
هنعمرو الليمون تاعنا. راح ديرنا الكمية هذه، ديرنا 6 حبات يعني لست أشخاص. الكمية تاع السترة ديرنا 6 حبات. هنا الشكل اللي تحبوا ديروه ديروه، مش محتم انكم ديروا لو ميم مول اللي راني نخدم بها انايا، لانه كل وحدة ولا كل واحد واش يتوفر عنده في المنزل. هايل، نحطوا هذا الحلقومة تاعنا في الفريجيدار تبرد. وانا كنت حضرت من قبل اخرين بردوا في الثلاجة، هذوك نجيبوهم. اذا هاي لكم الحلقومة تاعنا بعد ما بردت، حطيتها في الثلاجة مدة نصف ساعة. تحطوها في كونجيلاتور، إذا مزروبين شوية حطوها في كونجيلاتور، إذا عندكم وقت حطوها في الثلاجة عادي. إذا في الكونجيلاتور بعد 20 دقيقة حتى نصف ساعة، وإذا في الفريجيدار قادر تخليها حتى لساعة كاملة. قلنا عندنا لانواد كوكو للتزيين، واش نروح ندير؟ نروح نحضر لا كريم شونتي نتاعي اللي راح نطلعها نزين بها هذا الحلوة تاعنا تاع نهار اليوم. نجيب وعاء لا كريم نتاعي اليوم، راح نحضرها بطريقة شوية ديفيرونت. واش ندير؟ نحط كمية من بودرة الشانتيي، نروح نجيب الماء، راح ندير نفس مقدار لا كريم شانتيي ماء، يسمى نفس لا كونتيتي تاع الماء، ولا شانتيي يسمى تكون نفسها. إذا درنا كاس شانتيي كاس ماء إلى آخره، نحطوا كمية الماء ونديروا لها العصير البرتقال اللي كنا شريناه من المحلات واللي نخلطوه بالماء هنا باش تعطيها نكهة ولون في نفس الوقت. إذا هنا بالنسبة لكمية العصير درنا كيس واحد نتاع عصير، ودرنا كمية من لاكريم شونتيي ونفس الكمية نتاعها درناها ماء ونخفقوا. اذا لاكريم تاعي راهي طلعت كما راكم تلاحظوا فيها هنايا، راهي طلعت وفيها نكهه البرتقال واللون اللي بغيتو هنايا. نجيبوا وعاء اللي حنديروا فيه لانواد كوكو، نجيبوا ان بوشا دوي ثاني نحتاجوها للتزيين، نديروا شويه نتاع لانواد كوكو هنايا، ونحطوا الجوانب تاعنا تاع الحلقومه في لانواد كوكو. نعاود حتى نكمل كل الكميه هنا. نحب نقول لكم مشاهدينا انه هذا النوع من الحلوى هذه راهي ما كي تعاود تسخن بعد شويه راهي ماهيش راح تطلق روحها، لانها فيها النشا وصاي جمدت. يعني ما تخافوش انها كي تخرج من الثلاجه تقولوا تذوب ولا حاجه، ما تذوبش، راهي النشا اللي تخليها تحكم هذا القوام هذا. سي بون، دركا واش نديرو؟ نعمرو لابوشادوي تاعنا بلا كريم شونتيي بذوق البرتقال. ممكن تبدلوا اي نوع اخر ولا اي ذوق اخر، انا فضلت انها تكون كما نقولوا طون سيغ طون، تكون لا كريم والحلوى بنفس الذوق. هنا نزينوا افيك دي غوزاس ولا اذا هذه الحلوه نتاعنا تاع نهار اليوم راكم تشوفوا فيها جاهزه. من بعد واش نديروا؟ نحطوها في صحن التقديم في هذاك الوقت اللي نعدل شويه الطاوله نتاعي. نروحوا لفاصل قصير وتشوفوها في صحن التقديم.
هاي ليكم الحلقومة تاعنا بعد ما خليناها تبرد في الثلاجة وزيناها بهذا الشكل، درنا لها دي غوزاس من لا كريم شونتي اللي نكهناها بنكهة البرتقال. تحبوا تقدموها عادي ما دير لها والو كيما هنايا، كيما تقدروا دير لها لانوات كوكو ولا غوزاس تاع لا شونتي. نتمنى انها تكون عجبتكم. نروحوا الفصل قصير ونرجعوا نكملوا الطبق الثاني تاع نهار اليوم. مرحبا بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين، بعد ما شفنا الطبق الأول نتاعنا تاعنا اليوم ننتقل مباشرة للطبق الثاني اللي هو عجائن بالسلق وكورية اللحم. واش نحتاجوا لهذا النوع من الأطباق؟ نحتاجوا كمية من السبانخ للسلق، عندنا دي طومات سوغيز، كمية من الكبار، عندنا شوية ثوم فصوص تاع ثوم رابي، شوية شامبينيون فطر، عندنا أيضا شوية من الذرة ولا المايس، كمية من الجبن المبشور، عندنا كمية من لاكريم فخاش، كمية أيضا من اللحم المفروم، وخيرت أنه العجائن تاعي تكون من القمح الكامل بالمارك لينغوين. الآن نبدأ في تحضير طبق تاعنا. بسم الله، أول شيء حطينا المايس خن الهي، نحطوا العجائن تاعنا يطيبوا كالعادة، نديروا شوية زيت في الماء، درنا شويه زيت في الماء، نحطوا دوك العجائن تاعنا يطيبوا. ونحطوا العجائن يطيبوا، نجيبوا قدر اللي راح نطيبوا فيه، نحطوا هنايا القدر تاعنا، نشعلوا له الموقد، نحطوا كمية من الزيت، هذه الكيفية سهلة جدا، نحطوا شوية ثوم، الثوم لازم يتحمر شوية في الزيت باش يعطي الطعم تاعو مليح، ملح وفلفل كحل، ما ملحوش ياسر ياسر لانه فيها الجبن. من بعد عندنا شويه فلفل الكحل، نديرو شويه كركم باش يجي اللون تاع الصلصه تاعي يميل للصفار، شويه فلفل الكحل، شويه كركم، نقليو شويه الثوم قلنا، نضيفو هنايا لي شامبينيون تاعنا، نضيفو كمية من المايس، نحطو كمية من الكبار، ما نكثروش ياسر باش ما تجيش لاصوص تاعنا مالحة بزاف، نقصوا عليها ونخليوها تقلى. في نفس الوقت نروحو نحضروا لا فيونداشي تاعنا، حطوا لا فيونداشي هنايا، شويه ملح وشويه فلفل الكحل طبعا كالعاده، نديرو ان جون دوف، نخلطو الصا، نديرو ان جون دوف، نديرو شويه معدنوس،
نحيو القدر تاعنا من هنا حتى نوجدوا لا فيونداشي تاعنا. نجيب وان جون دوف، الآن نستعمل يدي هذا الطبق تاعنا تاع نهار اليوم. هو طبق متكون من لحوم وخضر، يعني كيما نقولوا السلق، راه مفيد جدا. ثاني اللحم هنايا، نقدروا نقولوا العجائن تاعنا تاع نهار اليوم راهي غنيه. صحيح، نرجعوا القدر هنايا على النار، نكوروا لا فيونداشي ونحطوها تتقلى مع المكونات. نبدل القدر تاعي، نديرها منا باش ما تزربنيش في الطياب، لاني راح نكور او ميم طون. نحط لها اللحم، هنا نحاول نديرو الكويرات كلها قد بعضها البعض. في نفس الوقت ممكن نبدلو اللحم من العجل، نديرو له صدر الدجاج مفروم، ممكن نديرو نوع من الأسماك باغ اكزومبل، نديرو لا ساردين، نحيو لها الشوك، نرحيوها ونكوروها ونديرو بها هذا النوع تاع العجائن. يعني لكم الاختيار أنكم تحضروا الوصفة تاع نهار اليوم بعدة طرق. صاي اذا نقلبوا لا فيونداشي تاعنا على الاول، نسيسوها بشوي باش ما تفتتش، ومن بعد راح تتلم معنا نورمال ونعاد نخدمو عادي. واش ندير دركا؟ نروح نقص كميه من السلق ونضيفها للوصفه نتاعي. نعرفوا بلي السلق هو من النباتات اللي قد ما نلوحوا كميه كبيره قد ما كيطيب تولي تنقص. نضيف الكميه الاولى، نخليها تذبل شويه، نزيد لها الكميه الثانيه حتى نشوف بلي زايد ما نزيدش. القلاب تذبل في ساعة، نزيد نوجد كمية ثانية. قبل هذا راح نحرك شوي العجائن تاعي. قلب بالعقل، نزيد الكمية الثانية. نغلق عليها، نروح نشوف العجائن مرة أخرى، لأنه العجائن تاعي راح يطيبوا هنا نص طياب ويزيدوا يكملوا الطياب تاعهم في الصلصة تاعنا اللي راح نحضروها اليوم. راه ملاح، نروح نصفيهم، نصفي العجائن تاعي.
الأركان شوفوا لاصوص تاعنا السلقة وذبال سي بون. نضيف لها شوية تاع لا كريم فريش نخليها تغلي شوية ونضيف لها العجائن تاعي اللي كنت غليتهم في الماء وشوية زيت. شوية فروماج رابي. اذا لي بات نتاعي راهم يطيبوا نخليهم يطيبوا واحد 5 دقائق فقط يشربوا لاصوص نتاعهم ويتنكهوا بها. نروحوا لفاصل قصير وتشوفوهم في صحن التقديم. الله يبارك لي بات تاعنا تاع نهار اليوم رامي شهي واللون الرائحة الذوق ايضا. نتمنى انكم خذيتوا المقادير وطريقة التحضير كما يلزم وراح تجربوهم ان شاء الله ويعجبوكم. واش بقى لي نقول لكم تهلاو في رواحكم نلتقي في اعداد مقبلة ان شاء الله. مع السلامة.